بونجور جدا. بونجور وصباح الخير صباح الجمال على كريم وعلى نهاوند وعلى قناه الاهلي الجميله. صباح الفل على حضرتك يا دكتور سعداء بوجودك معانا وموضوع مهم اللي بنتكلم فيه وتحديدا في التوقيت اللي احنا فيه، احنا لسه يعني ايه شايلين ايدينا من موسم ما كانش هو الامثل نتج عنه وضع نفسي اكيد مش لطيف لا عند اللعيبه ولا عند الجهاز الفني ولا حتى عند الجماهير. صحيح. ففكره ان احنا نعدل الميله نفسيا ده بيحصل ازاي؟ اولا حضرتك هو موسم عدى بكل ما فيه من ايجابيات وسلبيات. فبنعمل حاجه اسمها الفيدباك التغذيه المرتده، يعني بنقول ايه؟ والله المدخلات بتاعتنا كنا نفسنا نعمل كذا وكذا اداء ونتائج. أيوة. طب والله وصلنا الى مخرجات او اوت كام او اوت بوت كذا وكذا. طب الفرق ما بينهم قد ايه؟ طب كانت ايجابياتنا في الموسم ايه؟ كانت سلبياتنا بدون بين قوسين ولا تهويل ولا تهوين، يعني بموضوعيه، ولا نجلد نفسنا ولا نبقى بنجامل نفسنا. فدي النقطه الاولى، وبعدين ننسى خالص النقطه الاولى دي. وبعدين على اللاعبين على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي، يعني الفريق الرياضي التيم، ان هم يعملوا تدريبات استرخاء التنفس والاسترخاء العضلي، وان الجاكوزي والساونا والبسين والميه مش هم الحل الامثل، لا ده عشان يريح المينتاليتي العقليه بتاعته وجهازه العصبي طول الموسم ده والاسترس اللي كان عليه بايجابياته زي ما قلنا وسلبياته، يجب عليه ان ياخد فتره راحه، بيقولوا عليها في علم التدريب راحه سلبيه، يعني ما يعملش حاجه خالص، مع ان انا يعني معترض على المصطلح ده، لكن نقول ايه بعيد خالص عن اداء فني وبدني خالص. وطبعا بالتنسيق مع التيبرنج اخصائي احمال التدريب والهيد كوتش، ان الفتره دي ولا تطول قوي ولا تقصر عشان السنس بتاعت اللاعبين لما ينزلوا الملعب مره ثانيه، لكن مطلوب ان هم يمارسوا تدريبات استرخاء التنفس عشان الحاله العقليه تهدى، واسترخاء البروجريسيف ريلاكسيشن استرخاء العضلي عشان العضلات تهدى، وان الجاكوسي والساونا مش كفايه، تدريبات المديتيشن التامل، وحاجه اسمها الاسترخاء التصوري، ان ازاي اخد اللاعب في رحله معينه وانمي عنده حواس ونسيه الهموم دي كلها. دي تاني نقطه مهمه جدا جدا قبل الموسم الجديد. ثالث نقطة عايزين ما نختلفش، يعني ما نختلفش، أنا وائل لاعب في نادي الأهلي سي بيعمل ركلات ترجيح أو بيصوب على المرمى سي 10 كرات، فبيجيب خمسة في المنطقة زي ما بيقولوا العمليات أو الثلاث خشبات أو الأماكن المؤثرة اللي ممكن تكون هدف. طيب نيجي هنا بقى الهيد كوتش أو وائل أو كريم أو نهاوند عايزين يجيب العشرة من عشرة، ده كلام مش منطقي. يبقى ثالث نقطة بتاخدنا لحاجة اسمها الجول سيتنج، بناء الهدف، بناء الهدف نفسيا، زي ما بحط برنامج للأحمال التدريب بدنية وفنية في بناء هدف نفسي. ليه؟ لو أنا حطيت أهداف تفوق قدرات كريم أو نهاوند أو وائل كلاعيبة في النادي الأهلي هنعملهم حاجة اسمها فرستريشن، إحباط. طب. ولو حطيت أهداف بسيطة مش هتعمل تطوير وتنمية لمستواهم. صح. فبنعمل إيه؟ أقصى قدرة للاعب بنضيف عليها نسبة تحدي أو صعوبة 10% فقط. يعني وائل كان بيجيب خمس كرات من العشرة، يبقى انا اعمل له برنامج بتايم معين يجيب ست كرات بس وما اطلبش منه غير كده، ولما يخلص الستيب دي انتقل اللي بعدها. ده بيعمل موتيفيشن دافعيه وبيطور التحفيز عند اللاعب والدافعيه الايجابيه وبيلغي الضغط وبيبعد برافو عليك القلق السلبي والضغط، وبيبقى قلق دافع انه عايز جاب ستة جيب سبعة ثمانية. لكن مشكلتنا سي وائل برضو بيلعب 10 مباريات بينفعل خمسة منهم، انا عايز اعمل له دكتور وائل رفاعي او غيره يقعد معاه سيشن كذا اثنين ثلاثه، ما ينفعلش خالص. الكلام طبعا مش مظبوط ومش منطقي، لو ميسي لو محمد صلاح لو كريستيانو مش هيقدر يعمل كده، لازم برضو 10% صعوبه، يعني كان بينفعل خمس مرات ينفعل اربع مرات. طب وائل او كريم بيلعب سي ساعه الا ربع يعني تايم شوط بقمه الكونسنتريشن والتركيز وما فيش ميس باس والسكاوتنج بتاعه التمرير مظبوط التصويب مظبوط اسيستات عمل ايه كل حاجه حلوه قوي زاد، بس يجي الشوط الثاني مش موجود، فانا اعمل له برنامج تركيز انتباه او صلابه نفسيه، ما اقولش ان كريم ينزل الملعب يلعب الشوطين، اقول اه والله كان بيلعب 45 دقيقه يبقى ماكسيمم 50 او 55 دقيقه في البدايه، وده يبقى في التمرين قبل الماتشات. لذلك بنشوف اللعيبه الدوليين في الشامبيونز ليج وكده ما بينزلش مره واحده، ما كل لعيب لسه جاي داخل على الفريق بيعملوا له التدرج ده عشان يطمئنوا ان ال 90 دقيقه وائل ده هينزل يلعب كسر الدنيا. فده اسمها مهاره اسمها الجول سيتنج، بناء على دي بتحط على بناء او سوري على مستوى الفرد وعلى مستوى الجمعي الفريق. فلازم عندنا اهداف تحدي مش اهداف سهله، اهداف واقعيه مش اهداف خيالية، اهداف عامه طول السيزون واهداف سبيسيفيك مش تعجيزيه. برافو عليك. انا ممكن اجيب برنامج محمد صلاح وكريستيانو وميسي ومش عارف ليندوفسكي ده وفلان وعلان اكس واي، جميل قوي، بس هل يا ترى يتناسب مع طبيعه اللاعب الاهلاوي؟ مش معناه ان هو اقل منهم، لا، يعني ده ليه ثقافه وده ليه ثقافه، ده ليه اسلوب تغذيه وده ليه اسلوب تغذيه، ده ليه ويت ووزن وطول ده غير ده،
ده ليه جهاز عصبي اللي هو المايسترو بقى النفسية اللي بيحرك اللاعب غير الجهاز العصبي ده. فما ينفعش اجيب برامج مستورده او حتى لو الجهاز الفني بيعملها للاعبين بدون الاستعانه بابناء الوطن اللي هم ايديهم في المطبخ، اللي يعرف يعمل اسيسمنت تقييم كويس للاعيب المصري ويبقى عارف واقف على فين، عشان لما يعمل له تيست يبقى المؤشرات حقيقيه مش مضلله. ما اقولش كريم زي الفل او نهاوند وعنده مشكلات، يبقى لازم استعين بالمناسب اللي يقيم لي حاله اللاعبين ويحط لهم الاهداف النفسيه اللي تتناسب معاهم. بناء على كده هشتغل على المايسترو اللي انا قلت عليه، الجهاز العصبي. لازم في فتره ما قبل المنافسات والسيزون بقى طويل، احنا خلاص عملنا ريكريشن، قعدنا ابناء نفسنا وعملنا تصور واسترخاء والدنيا بقت بيس وحلوه، ابتدي اعمل بقى ايه؟ تدريبات للجهاز العصبي. النجم الكبير محمد صلاح ايه الميزه الخرافيه اللي عنده؟ اللي كانت موجوده في باولو روسي زمان وسكلاتشي ونجوم العالم اللي هم كانوا هدافين. ايه الميزه اللي عنده؟ قوه الجهاز العصبي ونشاط الجهاز العصبي. مش موجود عند اي حد. يعني ايه قوه الجهاز العصبي؟ يعني بيعمل مشوار واثنين وثلاثه وجيم واثنين وماتش وثلاثه واسيست واثنين وعشره بنفس التركيز والكفاءه، مع ان الشده عاليه. بتكتسب دي، قدره بتكتسب مش بتبقى يعني. برافو عليك، هي بتكتسب لكنها ليها علاقه بالوراثه. يعني نقول عليه ابتيتيود، يعني استعداد نفسي ليه علاقه بالوراثه. حاجه اسمها النمط المزاجي العصبي، في واحد نمطه متقلب المزاج، في نمطه هادي، في نمطه بيتحمل، وفي ميكس. وفي ميكس، برافو عليك. ما فيش واحد بياخد من كله حته واحده، لازم ياخد من كل حاجه، لكن في النهايه بيغلب عليه نمط معين.